بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم الخميس الموافق 20/8/2020 من مجزر البساتين، وبالإشراف على مشروع سكوك الأضاحي وتحميل السيارات، فقد تم تحميل براد المتوجه إلى مديريات أوقاف أسيوط، سوهاج، وإينا، والأقصر وأسوان بحمولة 20 طن، كل محافظة لها 4 طن، وقد تم تحميل هذا البراد بالأمس يوم الأربعاء لتوصيله لوصوله اليوم لمحافظات الوجه الإبلي، وقد وصل البراد إلى مديرية أوقاف أسيوط، والآن متوجه إلى مديرية أوقاف سوهاج، ثم يواصل مسيره إلى باقي المحافظات. واليوم تم تحميل عربية المتجهة إلى جنوب سيناء بحمولة 2 طن، وذلك لتوصيلها إلى المديرية من لحوم الأضاحي حتى تصل غدا إن شاء الله في الصباح إلى مديرية أوقاف جنوب سيناء، وتوصيلها للسيد وكيل وزارة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، ونتمنى لهم التوفيق والرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا السائق رضا رشاد فراج، تابع للشركة العامة لإيجار الجملة. ان شاء الله انا محمل 2 طن من لحوم سكوك الاضاحي النهارده الخميس الموافق 20/8/2020 لتوصيلها الى مديريه اوقاف جنوب سيناء غدا الجمعه بمشيئه الله. شكرا. Thank you.